تعريف النفس الشبعانة هي النفس المليانة، يعني ناخد التعبير ببساطة كده، النفس المليانة اللي كل حاجاتها من جوه مسددة ومشبعة. يعني ده تعبير بسيط جدا. طبعا هو الكتاب المقدس في حد أصلا بتبقى كل احتياجاته مسددة ومشبعة؟ لا، مش الكل، مش كل حاجة. بيبقى فيه حاجات احنا بنسعى طول الوقت لإشباعها. عايزة اقول انه مفيش مرحلة بنوصل فيها للإشباع التام. الإشباع التام هو الأبدية. فاحنا بنسعى إلى الإشباع، لكن إشباع تام خلاص مفيش حاجة بعد كده، دي الأبدية. لكن طول ما احنا في الحياة حاجة بتشبع، وبعدين ناخد الحاجة اللي وراها، وبعدين ناخد الحاجة اللي وراها، فبيظل الإنسان في حالة السعي دي. السعي ده هو اللي بيعمل للحياة معنى. لأنه لو الإنسان مشبع بالكامل يبقى خلاص الحياة بقت مملة. صحيح. فخلينا نتفق انه روحيا ان الإشباع التام هو الأبدية. ده خلاص كده مفيش بقى مطالب تانية. ده حتى يعني تطبيق لكلام حضرتك ان في البلاد المرفهة جدا بنلاقي فيها حالات انتحار كتير جدا. بالزبط. لان كل حاجة مسددة وكل حاجة مشبعة بالنسبة لهم، فبيحسوا باكتئاب وبيحسوا الدنيا ملهاش اي الملل. لكن نرجع للآية بتاعت الكتاب المقدس، ان النفس الشبعانة هي النفس اللي ما عندهاش نقائص روحية، هي شبعانة بربنا. هو ربنا استخدم تعبير، أو الوحي استخدم تعبير النفس الشبعانة عشان يقرب لنا المعنى، أن الواحد لما بيبقى شبعان بيبقى الجسد مستقر. صحيح. فالنفس الشبعانة هي النفس المستقرة في ربنا، نفس شبعانة بربنا، فما فيش حاجة تانية تقدر يعني نقول إيه تزغلل عنيها. لا، حتى العسل، فهو بيشبه العسل انه حاجة حلوة، ملذات العالم كلها، فدي ما تشبعنيش. اللي شبعني هو ربنا، عشان كده النفس الشبعانة تدوس العسل اللي هي ملذات العالم.